عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة تن، وحلقة جديدة من برنامج فيكم الخير. من آلاف السنين ويمكن من ملايين السنين، الله أعلم كانت المدة قد إيه بالظبط، كان في لحظة مختلفة في عمر الأرض، لحظة قرر فيها المولى عز وجل إنه يخلق أول إنسان، يخلق إنسان بتكوين معين، شكل معين، والحكمة معينة. وزي ما قالت بعض كتب التفسير إن المولى سبحانه وتعالى أمر سيدنا جبريل إنه ينزل الأرض ويجيب طين مختلف من كل مكان، طين أحمر وأسود وأصفر، ومنه خلق سيدنا آدم. والملائكة كانت مستغربة جدا ووقفة تسبح بحمد رب العالمين. ولما أتم الله خلق سيدنا آدم نفخ فيه من روحه، ويقال إن أول حاجة عملها سيدنا آدم لما دخلت فيه الروح إنه عطس، فقال الحمد لله. ومن بعدها الملائكة سألت المولى عن الحكمة من خلق آدم، فربنا علم سيدنا آدم الأسماء كلها وأمره أنه يعلم الملائكة. تخيلوا قد إيه ربنا بيحبنا وبيعلم من قدرنا. ولما سيدنا آدم دخل الجنة خلق المولى عز وجل من ضلعه ستنا حواء، لكن كان في كائن قاعد بيتفرج على كل ده ومش عاجبه اللي بيحصل، لأن الكبر كان مالي قلبه وكان عقله بيقوله أنت أحسن منه. الكائن ده هو إبليس، ومن ساعتها بدأت الحرب. تعالوا نشوف بدأت الحرب إزاي وإيه اللي حصل في الحرب ومين انتصر فيها مع فضيلة الشيخ عماد درويش من علماء الأزهر الشريف واللي منورنا في الاستوديو النهاردة. أهلا بك شيخ. يا أهلا وسهلا بحضرتك، دايما بنسعد بالتواجد مع حضرتك وبصحبة السادة المشاهدين. ربنا يحفظك يا رب. يا مرحبا. الحرب هتخلص إمتى بين إبليس وبني آدم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. أما بعد، هي حرب منذ بدأت لن تنتهي، منذ بداية الخليقة، منذ بداية الخليقة، منذ أن قال ربنا إني جاعل في الأرض خليفة. فلما تكلمت الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قالوا ان ده علامه على الفساد اللي كان جعله مين، يعني هم الملائكه عرفوا منين الفساد ده؟ كانوا بيتكلموا على خلفيه ان الجن كانوا يسكنون الارض قبل ذلك، اللي كان منهم ابليس. على فكره ابليس كان من الجن زي ما ذكر القران، ما كانش من الملائكه. يعني كان دي معلومه غلط، كان الجن وليس الملائكه، كان من الجن ففسق عن امر ربه. ده هو كان اكبر واحد مطيع، ولذلك ربنا كرمه فجعله مع الملائكة لأنه كان في طاعة كبيرة. ولكن بعد كده لما ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم، خلي بال حضرتك أن الملائكة من طبعهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما عندهمش اختيار. الجن عنده اختيار بين الطاعة وبين كده. دايما نسمع يقول لك جن عاصي وجن كافر بالزبط وجن كده. مؤمن. ولذلك انت هتلاحظ هذاك ليه هو إبليس حقد ونقم على آدم، لأنه هو ربنا لما يخلق آدم وذرية آدم هيجعل فيهم هذا الاختيار. ده تكريم للإنسانية. هو بدأ يحقد من هنا. وبعدين لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم فقال للملائكة، أمرهم بالسجود لآدم صحيح، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. حقد، بدأت بداية الحقد بقى من هنا. وبداية الغل بقى من هنا، أنه هو حاقد. حتى هو على فكرة ما تعاملش مع آدم، ده هو لسه كان آدم يعني في لسه مخلوق جديد، لم يخلق. فربنا سبحانه وتعالى اسجدوا لآدم قبل أن ينفخ فيه الروح، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى هو ده بداية المعصية وبداية ان هو استكبر على امر ربنا سبحانه وتعالى. لما ربنا سبحانه وتعالى كرم آدم، حتى الملائكة برضه لما بتقول أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يبقى ده كان إشارة إلى الجن. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كأنهم استشعروا التقصير. هو أنت يا رب هتخلق خليفة في الأرض، هو احنا قصرنا؟ ده احنا لا نعصي، احنا في عبادتك. كأنه هو هنا مش إنكار على الله سبحانه وتعالى. ما كنت أسأل حضرتك السؤال، ما كانش استنكار؟ ما كانش استنكار. ده هم هنا يعني بيعبروا عن حالهم. هو احنا يعني كأننا حصل مننا تقصير، احنا عملنا صحيح بالظبط، لأنهم كانوا في عبادة وطاعة. ولذلك لما خلق الله آدم وخلق منه حواء من ضلعه وأدخلهم الجنة،
بدأ الـ 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 الشيطان بقى اللي هو الإبليس يوسوس بقى لسيدنا آدم ويغريهم بالإيه؟ لأنه بدأ في حالة بقى. طب سؤال، هو دخل الجنة سيدنا آدم الجنة الجنة اللي هندخلها في الآخرة؟ نعم. ولا المقصود بالجنة دي حاجة تانية؟ ده اختلاف بين العلماء، ولكن الأصح لما نشوف الدلائل، لما ربنا يقول إيه؟ قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، الهبوط ده يبقى دلالة على انها حاجة في السماء. جنة الايه؟ جنة الخلد. وربنا لما يعبر ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى ولا تظمأ فيها ولا تضحى، دي من مواصفات الايه؟ الجنة. من مواصفات الجنة. وبعدين لما وسوس لهم وحصل الاكل من الشجرة، وسوس لهم والنبي الناس كلها الرجالة تحديدا. نعم. يقول لك حواء اللي خرجت ادم من الجنة، انتوا السبب وانتوا اللي خرجتونا. وعايز اقول لك مبهدلنا جامد قوي والله. ده يعبر لما يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث حج موسى آدم، فقال له يعني دخل في محجة وفي نقاش مع سيدنا آدم، قال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قال له يا موسى أنت الذي اصطفاك ربك على الناس برسالاته وبكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ الله. أو على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ خلي بالك حضرتك، العلماء بيقولوا هنا إيه؟ هو هنا بيقولوا إن ربنا قدر علي ده، قدر علي الخروج من الجنة والنزول إلى الأرض، لا على الذنب، لأن الأقدار مرتبطة بالمصائب لا بالمعائب. علشان مش بعض الناس يقول لك ده. لا لحظه بقى، عشان مش فهمتش دي. الاقدار مرتبطه بالمصائب لا بالمعائب. يعني ايه لا بالمعائب؟ يعني ما فيش حد يجي يقول ده انا مكتوب عليا ان انا اقتل، انا مكتوب عليا ان انا اسرق. دي معائب. دي هي دي المعائب اللي هي من صنع الانسان. بارادته انا هسرق، انا هزني، انا هعمل ده فعل الانسان. ولذلك سيدنا ادم لما قال هو انا مقدر عليا يا موسى ان انا انزل الارض. تيجي بقى اللي هي الحاجات اللي ملناش يد فيها. بالظبط كده. فهو ربنا قدر عليا ده، وربنا فده جاءت عن طريق عن هذا الطريق. اكل ستنا حواء من الشجره ده كان مصيبه ولا معيبه؟ لا ده كان برضو، ما هو كان ارتكاب للذنب، ارتكاب المخالفة للأمر، وهو برضو آدم، ولذلك ما هو معصية. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهو اعترف، يعني اعترف بمعصيته واعترف بذنبه. ولذلك هو الفرق بينه وبين إبليس إيه؟ إن المعصية عند إبليس كانت ناجمة عن كبر، أبى واستكبر. إنما عند سيدنا آدم كانت ناجمة عن الغريزة، فيه ضعف. وبعدين ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ربنا سبحانه وتعالى لما استشعر هذا الضعف واعتذر لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قبل منه هذا توبته وتاب عليه وغفر له. فحتى العبرة من خلق الخلق أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر فيهم ألطافه ورحمته ومغفرته سبحانه وتعالى. طيب، على ذكر بقى الخير وعلى ذكر الملائكة وعلى ذكر سيدنا آدم، وبعيدا عن ذكر الشيطان، تعالوا نشوف تقرير خير لعمل من أعمال الخير اللي بعيدة كل البعد عن وسوسة الشياطين والعياذ بالله، مع مؤسسة إكرام. مؤسسة إكرام جايبة لنا النهاردة حاجة من الحاجات الحلوة قوي 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 والأعمال الخيرية الجميلة اللي بتقوم بيها الحقيقة على طول الوقت وعلى مختلف أنواعها. نشوف مع حضراتكم التقرير ونرجع لكم مرة تانية. من الإطعام، فلما سئل عن إكثاره من الإطعام، أنت ليه بتعمل كده يا سيدنا صهيب؟ الراجل الناس استغربته بيطعم كتير جدا،
شغله الشاغل الإطعام، فقال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه قال: خيركم من أطعم الطعام. والله امتدح من يطعمون الطعام في كتابه وجعلهم ووصفهم من الأبرار قبل أن يفعلون أي شيء بقوله: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فجينا النهاردة في عزبة أولاد أبو مسعود عشان ندخل الفرحة على قلوبهم، فنسأل الله رب العالمين أن يبارك فيكم وأن تستمر العطاء وتستمر الأيدي الممدودة مع مؤسسة إكرام لحملة إطعام طوال العام. تقبل الله عز وجل منكم وجزاكم الله عز وجل خيرا. هيفضل الشعار ده مميز جدا بالنسبة لي بتاع إطعام طوال العام. هنرجع مع حضرتك لإبليس، مش عايزين نرجع له أبدا، ولكن احنا نرجع بس للموقف بتاع كلمة بقى. احنا دايما بنقول ان إبليس بيزن في ودنا علشان يمنع ان احنا نعمل الخير. وهقول لحضرتك على حاجة، ولا يمكن لسه حصل معايا النهاردة. كان عندي حاجة كده بتاعة أمي، فوالدتي توفت الله يرحمها بقالها سنتين، فكل ما اجي مثلا اطلع اقول طب نخليها يمكن تنفع في، عارف انت اللي خليها يمكن لما كده حاجات. هو ده مدخل الشيطان. والله العظيم. طب ما هو من اللحظه اللي احنا توقفنا عندها اللي هو قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، خلاص هو من ساعتها الشيطان عدو للانسان. صحيح. عدو كل خير للانسان. لا، بيعرف يدخل مداخل ما تحسكش ان انت عملت حاجه غلط. ولذلك تعالي بقى نحط اللي حضرتك بتقوليه كده في ايه بين حسين: الشيطان يعدكم الفقر. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الله. ولذلك تيجي بقى علشان تنفقي فقول لا، طب تعالى جائزة. والله النهاردة كل ما تطلع اقول ايه طب ما خلي دي يمكن لما مش عارفة ايه بوز ناخد دي مكانها. طب لما ولذلك بقى هو ده الصراع بين الحق والباطل. الصراع بين وعد ربنا ووعد سيدنا النبي وبين وعد الشيطان. فلما نسمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار، لما تعمل ذنب وتعمل معصيه وعايز تكفر عنها تعمل ايه؟ تتصدق. تطلع صدقه عشان ربنا يغفر لك الذنب ده. طب سؤال دلوقتي، انا دايما اتعلمنا قبل كده ان النية تسبق العمل، ده ومرضاكم بالصدقة. نعم. فتتصدق عشان لو عندك مريض لا قدر الله او نعم. او يفك كربك او هل انا لو الشيطان مسيطر عليا، وكل واحد عارف الشيطان مسيطر عليه في ايه. في واحده صديقه ليا قالت لي مسيطر عليا ما بصليش في وقت الصلاه في وقتها. نعم. باجل الصلوات. واحد تقول لك بس الشيطان مسيطر عليا مش عارفه بعمل ايه. فالشيطان مسيطر على ناس كتير والعياذ بالله. هل ممكن اتصدق بنيه ابعاد الشيطان عني؟ نعم. يعني لا فك بقى كرب ولا دين ولا فلوس ولا مرض ولا حاجه. التعامل مع الله سبحانه بيفتح كأنها بتفتح الباب للإنسان للطاعة. داو مرضاكم بالصدقة. حتى حينما أريد أن أتصدق عن يعني عايز ربنا يشفي للمريض اللي عندي ده، فأخر يعني أخرج الصدقة بنية الشفاء هذا المريض. أخرج الصدقة بنية أن ربنا سبحانه وتعالى يتوب علي ويغفر لي ذنبي ويفتح لي أبواب الطاعة، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كده أن الصدقة بتطفئ الخطيئة بتطفئ الذنب. زي بالظبط زي ما عبر سيدنا النبي، زي ما جيب مية كده وأضع على النار. الصدقة بالنسبة للذنب نفس المثل، كأن أنا بأطفئ نار الخطيئة دي علشان أدخل في رحاب الله سبحانه وتعالى وأدخل في معية المولى تبارك وتعالى. فالصدقة بتفتح هذه الأبواب. ولذلك لما نشوف تقرير زي اللي احنا شفناه كده ومؤسسة إكرام وعملها الخير في قرى ومحافظات مصر، ومسألة الإطعام، حملة إطعام زي ما حضرتك ذكرت كده طول العام، يعني احنا ارتبط في ذهننا
ارتبط في ذهننا الاطعام بشهر رمضان. مظبوط. اللي طب يا جماعه مع اللحمه بالعيد الكبير. بالظبط كده. الناس اللي عايشه دي ما عايشه في رمضان وزي هو عايشه في ذي الحجه اللي هو العيد الكبير ما عايشين طول السنه. صحيح. الناس واحتياجاتهم هي اللي يعني مطلوبه لا تنتهي. صحيح بالظبط. فمؤسسه اكرام فعلا يعني ابدعت في المساله دي ان حمله اطعام طول العام طول السنه علشان حتى تفتح لنا الباب زي ما قلت حضرتك كده لجنة ربنا سبحانه وتعالى. فالإطعام باب من أبواب الجنة. يعني ربنا يا رب يفتح لنا كل أبواب الجنة. نخش من كل الأبواب كده نفضل ندخل ونطلع من جوه الأبواب كده عشان كلها ما نسيبش باب واحد يا رب العالمين. باب تاني من أبواب الجنة وعمل خير تاني من الأعمال الخيرية كتير بتقوم بيها مؤسسة إكرام. هنشوفه مع حضراتكم في التقرير الجاي ونرجع لكم مرة تانية. إطعام طوال العام من مؤسسة إكرام. كل شهر لينا مكان بننزله، كل شهر لينا مكان بندخل الفرحة والسعادة على الناس اللي فيه، كل شهر لينا منطقة بننزلها نوزع خير ربنا سبحانه وتعالى اللي حضراتكم بعتوه للناس اللي محتاجين في المكان ده. احنا النهاردة من قرية الدويدية مركز المنيا محافظة المنيا من قلب الصعيد جايين ندخل سعادة وفرح على الناس اللي محتاجين. بنعمل كده ليه؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا قال سرور تدخله على مسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله أي الإسلام خير عد من هذه الأشياء إطعام الطعام. والناس تنزلوا البلد وتعاونوها واحنا عايزينكم تعاونوها على طول. يعني الكرة هنا ما فيش الكرة، الناس عايشة على جديها، اللي شغالين أجرة، اللي ما جيب له 100 جنيه هتعمل له هو وعياله؟ هتكفي كسوة ازاي؟ هتكفي أكل ازاي؟ هتكفي شرب ازاي؟ الناس دي كلها عملت أبحاث اجتماعية في شؤون اجتماعية عشان تاخد تقدر تحصل على كرتونة زي كده، ودي مساعدات لأهالينا، والناس دي فعلا محتاجة. احنا عندنا ناس كتيرة هنا محتاجة أكثر احتياجا في القرية، وبنشكر مؤسسة إكرام على تعاونها وإن هم جم لحد هنا وبيوزعوا على الناس اللي هم أشد احتياجا وأشد فقرا. متشكرين جدا وتعالى تعبكم معانا. احنا مؤسسة إكرام دايما في الأماكن المحتاجة موجودة. ليه؟ لأن إحنا اللي محتاجين الثواب. يمكن في ناس كتيرة محتاجة الخير، محتاجة الكرتونة، محتاجة البطانية، محتاجة غيره، ولكن إحنا أكتر، إحنا محتاجين الثواب اللي هيتكتب في صحائفنا حينما نلقى الله سبحانه وتعالى. مؤسسة إكرام بتنادي على حضراتكم وتقول لكم يلا معانا عشان نوزع كراتين ونوزع خير ونطعم الناس المحتاجين في كل مكان على مستوى الجمهورية. يلا بينا حطوا ايديكم في ايدينا وتعالوا معانا لمحافظة جديدة المرة الجاية عشان نعمل خير لناس مستنيينه من حضراتكم. زي ما شفنا مع حضراتكم الشعار العظيم اللي هفضل اقول كل الحلقات عليه شعار عظيم اطعام طوال العام. نعم. الكرتونه محتوياتها ايه؟ الكرتونه فيها كل الحاجات اللي هي متطلبات الاساسيه من رز ومكرونه وسكر وزيت، الحاجات الاساسيه بتاعه البيت كله. تكلفتها 200 جنيه. اهم من كل ده فيها لحمه. طبعا. وهو الله يكرمك عشان دي اهم من السكر والزيت. بالظبط. يعني انا والناس اهم شيء اللي هو اللحمه، كيلو اللحمه كمان بيبقى ضمن الكرتونه. أيوه. لان ودي كلها من يعني المؤسسه الاكرام هي اللي بتصمم الكرتونه دي، حتى اللحوم اللي بتبقى موجوده من مزرعة مؤسسة إكرام. معقولة؟ اللي هو لأن موجود مزرعة يعني لحمة جيدة كمان، مش لحمة وخلاص. اللي بتصبح في الأعياد وبتصبح في المواسم وبتوضع منها في الكراتين دي وبتوزع في كل القرى اللي هي محتاجة. ولذلك هو بيبقى علشان نستهدف أكبر عدد، ده برضه متوقف على دعم الناس، ولذلك ده اللي بيخلينا النهاردة نظهر للناس من خلال التقارير نقول لهم يعني بدون الدعم مش هنقدر نوصل. الناس دعم الناس ده كأن مؤسسة إكرام هي قطار خير بتجوب محافظات مصر كلها. صحيح. بس القطار ده علشان يتحرك لازم ليه من وقود طبعا علشان يحرك طبعًا. وايه وقود قطار الخير بتاع مؤسسة إكرام ده؟ ايه هو؟ دعم الناس. دعم. ان انا ادعم. وعلى فكرة يعني اذا كان بعض الناس مؤسسة إكرام عندها
مشاريع خير كتير جدا، أنشطة كتير الحقيقة. في يعني التثقيف اللي هو 5000 جنيه، فيه البير اللي 25000 جنيه، يمكن مواصلات المية 3000 جنيه، يمكن من أقل الحاجات اللي ممكن تشارك فيها هي حملة الإطعام. وربما تكون هي ثوابها والله من الله أعظم. الله يفتدلك. أيوة. كنت لسه هقوله، مع إنها 200 جنيه ثمن الكرتونة، إلا إن ثوابها كبير جدا عند جداً ربنا جداً. اللي جعل من سيدنا النبي إنها تكون باب للجنة. لما سيدنا النبي يقول لنا أيها الناس أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا بالليل والناس اليوم تدخلوا الجنة بسلام. كمان ممكن تكون سبب لعتق الرقاب من النار، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يعني ذي مسغبة في يوم شديد المجاعة، لما نكون في وضع اقتصادي صعب، واليومين دول الناس هم اليومين دول اللي هو الناس كلها بتشتكي من الظروف تكون صعبة، والكراتين معنا على الشاشة اهي زي ما حضرتك شايف. يعني يعني ده ده على أرض الواقع، بيبقى تصوير من أرض الواقع واحنا نازلين وبنوزع على الناس في القرى والناس اللي محتاجة. ففعلا احنا محتاجين بالذات لحملة الإطعام دي في الفترة اللي احنا موجودين فيها دي. ولذلك ده يعني نداء للسادة المشاهدين ان تعالوا معنا وايديكم في ايدينا، لانه اللي عايز يوزع بنفسه اهلا وسهلا. والشاشة باين عليها قد ايه الناس لسان حالهم بيقول ان هم محتاجين. الله الله عليك. يعني فعلا لما بننزل بنشوف ربما الصورة يعني بتبقى مجملة شوية، مش زي الواقع. الارض الواقع صحيح. بتبقى الامور صعبة. ويمكن انا عجبني كلمة جميلة للشيخ كارم في التقرير، هو بيقول اللي هو المتبرع هو كمان مستفيد اكتر. مستفيد بالخير ده. مزبوط. ان ربنا سبحانه وتعالى يسيبه على ده، هو المحتاج اكثر من الصحيح. صحيح. يعني مؤسسة اكرام قبل ما بتكرم الفقير هي بتكرم الغني المتصدق. صحيح. لان بتوضح له الطريق، بتبين له الطريق، بتقول له تعالى اذا كنت عايز تعمل خير وعايز فعلا حد محتاج تعالى للناس دي. لان فعلا قبل ما بتنزل المؤسسه في اي مكان هي بتبقى عارفه المكان عن طريق الناس اللي فيه، من خلال المناديب، من خلال البحوث اللي هي الاجتماعيه اللي بتتم. ففعلا لما بتوصل فعلا للناس المستحقين. ونعرف ناس كتير قوي في دايره معارفها ما تعرفش حد غلبان، بالظبط ما تعرفش حد بالزبط. محتاج كل دايره معارفهم ناس معتدله ومتيسره الحال، فبيبقى مش عارف يودي فلوسه فين او صدقته فين. واحيانا بيضل الطريق بقى. صحيح. فبيروح ممكن يدي الاموال دي لحد مش محتاج. وفيه ناس اشد احتياجا. صحيح. من ده لما بننزل القرى دي وفي ضواحي الصعيد وضواحي الاقاليم، حضرتك بتشوفي فعلا يعني احوال ناس وضعها صعب جدا الحقيقة. سيئه، بتبقى محتاجه فعلا الدعم، محتاجه. والدعم بالذات في حته الاطعام اللي هو اساس من اساسيات الحياه. صحيح. يعني ما فيش حد فينا ما بينزلش يجيب حبه البيت بالشهر وبالاسبوع، والله في ناس بتجيبها انا اعرفهم بالشهور، 10 كيلو 50 كيلو وشكاره سكر وشكاره زيت وحاجات تقعد معاهم كانهم هيعيشوا العمر كله، ومحدش عارف الاعمار بيد الله، محدش عارف هيعيش قد ايه. فالناس دي الكرتونه دي ممكن تكفيهم اقل اصلا من شهر. فيعني كرتونه اعتقد دي حاجه من ابسط الحاجات اللي ممكن نقوم بيها. هنشوف مع حضراتكم دلوقتي تقرير تاني لخير تاني بتقوم بيه مؤسسه اكرام. هنشوف مع حضراتكم التقرير ونرجع مره تانيه. حملة إطعام الطعام طوال العام. إحنا النهاردة في إحدى قرى محافظة ألمانيا، قرية الدودية، لنقدم بعضا مما أعطاكم الله سبحانه وتعالى من حملة إطعام طوال العام. النهاردة في كرتونة لإخواننا الخاصة في هذه الظروف والتي تمر بها يمر بها العالم كله. لابد أن نتكاتف، لابد أن نتعاون، لابد أن ينظر بعضنا إلى بعض. عشان كده احنا النهاردة بنطمن حضراتكم وننقل صورة جديدة من الصور التي تعودتم عليها مع مؤسسة إكرام مع حملة إطعام طوال العام. احنا مش بس نستكفى بحملة إطعام الطعام في رمضان، لأن المسكين محتاج في رمضان ومحتاج في غير رمضان. عشان كده احنا بنقول ايه؟ بنقول حط ايديك في ايدينا،
حاول أن تطعم الطعام، حاول أن تشارك، حاول أن تكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم من الأبرار، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فالجزاء من عند الله عز وجل، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة إلى آخر الآيات. عشان كده أيها الإخوة الكرام، يا من أعطاك الله سبحانه وتعالى، عليك أن تشكر الله، وشكر الله سبحانه وتعالى بالنعمة التي معك. إن كانت أموال فشكر الله أن تنفق من تلك الأموال، وأفضل النعمة هي أن تطعم المسكين وتطعم الفقير وتطعم اليتيم. تقبل الله عز وجل منكم، ومعا بإذن الله رب العالمين مع مؤسسة إكرام بالخير سبيل. نفسي ما تبقاش مؤسسة إكرام بس اللي بالخير سابقين، يبقى كلنا بالخير سابقين، كل واحد في إيده حاجة يقدر يعملها يعملها. والله مفيش وقت، يعني لو نقدر نعمل كل الخير لكل الناس علشان كل الدنيا تبقى حلوة وكل الناس تبقى مبسوطة، يعني ياريت ما نتأخرش. يعني نعم. أكتر إيه من اللقمة زي ما بنقول بالبلدي. صحيح، هو كل إنسان يعني يبدأ بنفسه، يبدأ إن هو يفعل الخير ده، وكل إنسان على قدر طاقته لينفق ذو ساعة من ساعته. ربما يكون حد يقول أنا معيش 200 جنيه، أنا معي 50 جنيه، خلاص اتبرع بيهم 50 مع 50، هنبدأ نجمع ولو ب10 جنيه. النار سبقة بالضبط، سبقة درهم 100,000 درهم. ليه؟ لأنه الدرهم هو كان معاه درهمين بس، فتصدق بدرهم فأصبح تصدق بنصف ماله. إنما اللي تصدق ب100,000 درهم ده ربما يكون عنده ملايين من عرض ماله، فهو بيكون كنسبة إن الدرهم ده بيكون بيعبر عن نصف الثروة، عن نصف ما يملك. بالضبط كده. وزي ما يعني شفنا حتى في التقرير، وسيدنا الشيخ عبد الغني بيقرأ الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. على حبه يعني إيه؟ على حبه يعني بيبقى حابب الطعام ده، هو بينفق من اللي هو بيحبه. كان أحد الصحابة كان يحب السكر أو كان يحب العسل، سيدنا عمر بن الخطاب، فكان ينفق من يتصدق بالسكر. ليه؟ لأنه من أحب هو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وخلي بال حضرتك، شوف الآية هنا، الآية دي اللي في سورة الإنسان، سورة في القرآن اسمها الإنسان مش المسلم، الإنسان. كقول ولذلك لما تكلم عن الإطعام قال إيه؟ ويطعمون الطعام على حبه، أنا بحبه. طب أطعم مين يا رب؟ أطعم مسكينا ويتيما. طب وإيه اللي جيد؟ أنا ممكن يعني ممكن أتفهم مسكينا ويتيما. طب وأسيرا؟ يعني واحد كان لسه بيحمل السلاح وكان عدو، بس أنا أسرته فأصبح إنسان ضعيف. ربما يكون مختلف معايا، مختلف معايا في العقيدة. أكيد يعني 90% مختلف في الدين، مختلف في كل شيء، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يأمرني أن أطعمه مما أحب، مش أي طعام، مش أي طعام كمان، أن أطعمه مما أحب. ودي دلالة على أن الآية دي في سورة الإنسان، وإسلامنا دين الإنسانية، وخيرنا لابد أن يكون للإنسانية كلها. فعلا بنشكر حياتك جدا جدا جدا، وإن شاء الله لنا حلقة تانية مع بعض بأمر الله. حرب طويلة عمرها سنين كتير، وفعليا ما حدش يعرف عددها. حرب بدأت بالغيرة والحقد، ووعد من إبليس إنه هيقعد للإنسان على الصراط المستقيم، كل ما يشوفه ماشي صح هيبعده، وكل ما يشوفه بيعمل خير هيبعده، وكل لما يشوفه بيقرب من المولى عز وجل هيشنكله علشان يبعده برضه وما يقربش. اوعوا تبعدوا عن سكة ربنا سبحانه وتعالى، دوموا على الخير، ساعدوا بعض، وعطفوا على كل محتاج، طلعوا صدقات كتير. وانتوا في المعركة دي افتكروا ان الصدقة بركة، والبركة خير، والخير دايما بيسيب جمال ومحبة في نفوس الناس. اعملوا الخير ورموا في قلوبكم، اوعوا ترموا في البحر. واشوفكم دايما على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.